في فير بلاي نحكيو على السي اس اس وبرشا تطورات في الفريق، اكيد متابع حينيه قاعدين نتابعوا فيها الفير بلاي لكل ما هو جديد في النادي الصفاقسي. بالفعل انه الامور قاعده كل يوم فما جديد في الفريق. على كل باش نتحولوا لصفاقس وين موجود زميلي فاضل ابو جناح باش ناخذوا من عنده اكثر تفاصيل بخصوص ثلاثه مواضيع رئيسيه اللي هو متعلقه بالعراقي حسين علي، بالموريتاني اسماعيل دياكيتي، وكذلك باللاعب التونسي ونجم الفريق والمهاجم فراس شوات، واكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند فاضل ابو جناح. فاضل اهلا بيك. مرحبا بيك اسلام، مرحبا بالساده المستمعين. باش تحب نبداو؟ نبداو، انت بديت بالعراقي، نبداو بالعراقي اسلام. هناك حسين العلي الملابي هذا معناها حاليا لتو ملتحق، مازال ملتحقش بالتدريبات الفريق، عنده تاخر، يمكن حسب ما سمعنا مصادرنا الخاصه انه في بدايه الاسبوع القادم باش يسجل العوده نتاعو للساقف، باش يبدا انطلق في التحضيرات نتاعو مع النادي الرياضي الساقفي. لكن الجديد في الحكايه انه الملاعبي هذايا اسلام باش يقع عرضه على مجلس التاديب في النادي الرياضي الساقفي. مجلس التاديب هذايا باش يلتئم على خلفيه معناها الخروج نتاعو من مقر التربص قبل مباراه النادي الرياضي الساقفي واتحاد منستيري في الساقفه اللي كانت مباراه الجوله الاخيره اسلام. الملاعب هذا وقتها خرج من مقر التربص بدون اذن، وزاد بسبب تاخر العوده نتاعو لصفاقس. نعرفوا الناس كل انه كما قلت لك قبيله مازال ما بداش التحضيرات مع الفريق، دونك الملاعب هذا باش يكون معناها باش يتم عرضه على مجلس التاديب حال العوده نتاعو قبل حتى ما يلتحق بالتدريبات مع زملاء. ونعرفوا انه الملاعب هذا مازالوا عامين في العقد نتاعو مع النادي الرياضي الساقفي، دونك باش يكون كما قلت لك معناها على مجلس التاديب كونفي ديسيبلين قبل ما يبدا التحضيرات من جديد مع اصحابه اسلام. خلينا نكملوا الدوسي ريت. تم الاتصال به، هو اتصلوا به الهيئه المدير وقتاش قال باش يجي ان شاء الله؟ ماني قلت لك من المرتقب العوده نتاعو في منطلق الاسبوع القادم اسلام. الهيئه المديره للنادي الرياضي الساقفي نعرفوا انها ديما معناها تتصل بالملاعبيه نتاعها الاجانب باش تبعث لهم التذاكر نتاع الطياره. نعرفوا ان الفريق هو اللي وفر التذاكر كما قلت لك نتاع الطياره، دونك وقع الاتفاق على موعد محدد تقريبا اللي هو يوم الاثنين او الثلاث. خالص في مستحقاته فاضل؟ اسلام خالص في جزء كبير من المستحقات نتاعو. انا سالتك خاطر تو اغلب الملاعبيه هذوما الاجانب اللي يتاخروا في العوده يرتكزوا ويقول لك انا مانيش خالص وباش نمشي نشكي، نحبوا نتمنوا من الجهه هذيا انه امور اللاعب باش يكون في تونس وعنده رغبه باش يواصل مع السي اس اس. لا هو باش يواصل مازال معناها على ذمه النادي الرياضي الساقفي كما قلت لك جزوز مواسم اخرين. وزاد الملاعب هذه الاشكاليه الوحيده حاليا ماهيش اشكاليه ماديه، حتى اذا كان ثم شويه فلوس معناها اللي هو مبلغ بسيط ماهوش مبلغ كبير. ونعرف انه النادي الرياضي الساقفي وبقيه الفرق في تونس اسلام عندها شهرين باش تخلص الملاعبيه هذه. في يد سينو الملاعبي هو اللي يلتجا للفيفا، دونك كما قلت لك ما نتخيلش انه الاداره نتاع النادي الرياضي الساقفي غافلة عن النقطة هذه، خاصة وأنه أغلب العقوبات اللي تعرض لها النادي الرياضي الساقفي كانت مرتكزة على الناحية هذه. قاموا معناها الفرق التونسية بصفة عامة ما خلصتش الملاعبية في أكثر من شهرين، وهذا اللي خلى الملاعبية هذه تخرج حتى ليبر. ونعرفوا الشيء صار مع الترجي الرياضي مع الملاعبي عبد الرؤوف بن غيط وغيره. دونك كما قلت لك الحكاية هذه مستبعدة في حكاية الحسين علي على خاطر عنده نصيب كبير من المستحقات نتاعو وخلص فيه. وزاد نعرفوا الناس كله انه الملاعبي هذا قام بحوار في انا في العراق، وكانوا الصحافي جبت له حتى على المسيره نتاعهم مع النادي الرياضي الساقفي. والملاعبي كان حسين علي معناه كما نقولوا تكلم بالكدا في الفريق، وكان ابدى الرغبه نتاعه انه باش يواصل وباش يتالق مع النادي الرياضي الساقفي في المواسم القادمه، وانه فما اشكاليه بسيطه متعلقه بالاموال الماليه الامور الماليه. لكن اللاعب حسب الانترفيو اللي عمله مع في العراق كما قلت لك معناها ان شاء الله باش يسجل العوده نتاعو على قريب للساقف، وباش يكون موجود على ذمه النادي الرياضي الساقفي، خاصه وانه الفريق مش مستعد في الفتره الحاليه باش يخسر اكثر من لاعبيه. نعرفوا انه بعد خروج محمد بن علي وخروج غيث المعروفي وخروج اسامه الدقدوق يحب النادي الرياضي الساقفي يحافظ على بقيه الملاعبيه نتاعو، خاصه انه عنده استحقاقات في الموسم المقبل اللي هي البطوله نعرفوا الناس كل الدومي فينال نتاع الكوب وكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. اللي يحب النادي الرياضي الساقفي كما حكينا المره الفايته يحسن الترتيب الافريقي نتاعو من خلال الذهاب فيها الى ابعد ما يكون باش يرجع في التوب فان نتاع الافريق اسلام، اللي كان في المده الفايته خرج منها النادي الرياضي الساقفي بعد النتائج المخ
خيبة للأمال اللي قام بها الفريق في خاصة في الزوز النسخ الأخيرة متاع مسابقة كأس الكاف إسلام. باهي تفضل نشوف الموضوع فيني. قلنا في رأس شواط مازال ما التحقش بالتدريبات نتاع النادي هذه تفاق في الملاعب هذايا لحد اللحظه يمكن نقولوا كيما نجم يلتحق بالنادي هذه تفاق كيما ينجم يغادر الفريق الملاعب هذايا عنده تقريبا تعدى بموسم او زوز مواسم صعاب خاصه منذ التحاقه بفريق ابها السعودي. فراس شواط كان تعرض العديد من الاصابات تعرض معناها العديد من الانتقادات والانتقادات كانت كبيره وكبيره برشا من جماهير والملاعب هذا حتى موندوني خسر المكان نتاعه في الموسم الفارط الفائدة ايدو المهاجم تاع النادي الرياضي السافي من بعد الترجي الرياضي وفي الموسم هذا زاد تقريبا اغلب المباريات ما لعبهاش في راس شواط سواء بسبب النقص البدني ولا بسبب الاصابات ولا حتى ساعات بسبب بعض الاختيارات الفنيه للمدربين اللي كانوا دربوا النادي الرياضي السافي. دونك كما قلت لك في راس معناها نعرف الناس كله انه عنده ايطال دو مالاز في معناها في تونس تقريبا مضى به بدل الاجواء خاصه انه يحب يرجع للمنتخب الوطني التونسي من الباب الكبير ويحب يعاود معناها يضمن اللي ملا المكان نتاعه في القائمه رغم اللي ما هي سهله لكن يحب يضمن المكان نتاعه في القائمه نتاع المنتخب الماشيه في كاس العالم في قطر 2022. دونك كما قلت لك الاحتمالات الكل وارده في مساله فراس شواط كيما نجم يبقى في النادي الرياضي السقفي وكيما ينجم يجيب عرض للنادي الرياضي السقفي ويغادر الفريق لحد اللحظه مازال ما التحقش بالتدريبات لحد اللحظه الاتصالات موجوده بينه وبين الهيئه المديره أيه هذا, هذا هذا الاهم فضل انت ناطق مطلع برشا على الكواليس في السي اس اس وهذا الاهم قلت لي الاتصالات موجوده شنو فيها الاتصالات هذه شنو حكايه الهيئه شنو قال الملاعب اللاعب شنو جاوب نعرف عنده عقد لازم يكون موجود في الملاعب يعني معناها افكتيفمون لكن الملاعب هذا الناس كلها تراعي ساعات اسلام ثم جوانب معناها الانسان يلزم يراعيها خاصه انه كما قلت لك المشكله الاساسيه نتاع فراس شواط والمشكله تقريبا الاولى هي مشكله نفسيه قبل ما تكون مشكله فنيه ولا مشكله بدنيه في اخر الموسم رجع في شواط وكان عمل برشا ديزاسيست وكان مركز زاد مع النادي الرياضي السافي لكن حاليا كما قلت لك العائق النفسي هو يحب عنده الرغبه كبيره انه يبدل الاجواء وانه يخرج من تونس ويمشي يشوف معناها فريق البرة يحب في راس كما قلت لك يبدل الاجواء العائق النفسي هذا مش خليه يعطي 100% كما متعود يعطي في خاصه في الانطلاقه نتاعو مع كابر النادي الرياضي السافي كما قلت لك الاتصالات موجوده الناس كل متفاهمين الوضعيه هذه الخاصه نتاع الهيئه موافقه معناتها باش تخليه يخرج معناها وهل عندها وهل هو لحظه فقط نكمل وجاوبني فاضل وهل هي اصلا عندها صلاحيه باش تخليه يمشي غدوه كي تجي هيئه اخرى منتخبه نقول تقول لك انا حاجتي بالملاعب انت عايز تصيب فيه انت فقط هيئه وقتيه باش تعدي لي اموري شنو رايك في النقطه هذه؟ هو بالنسبة للأمور الرسمية في اللي ظفر مازال ما فما حتى شيء إسلام مازالت ما فماش معناها اتصالات مع الهيئة المديرة النادي الرياضي السافي هذا من ناحية وبالنسبة للهيئة التسييرية إسلام هي عندها جميع الصلاحيات حاليا باش تقوم بكل الإجراءات كسوة التفريط في الملاعبية كسوة تجديد العقود الهيئة رغم اللي هي تسييرية لكن كما قلت لك عندها الصلاحيات الكل وكاملة الصلاحيات نتاعها باش تقوم بالانتدابات ولا باش تقوم بتمديد العقود ولا حتى باش تقوم بالتفويت في بعض الملاعبيه والدليل على ذلك انها قاعده في مفاوضات مع وليد القروي باش يجدد العقد بتاعه وكيف كيف نشعت الهيئه التسييريه هذه تقريبا ولامس في اقناع بالهاتف اللاعب الموريتاني اسماعيل دياكيتي باش يجدد التجربه بتاعه مع النادي الرياضي السافي منتظر انه يوصل غدوه ولا بعد غدوه لتونس اللاعب اسماعيل دياكيتي باش يصحح العقد الجديد بتاعه مع النادي الرياضي السافي. الامور هذه الكل قامت بها حاليا الهيئه التسييريه دونك كما قلت لك عندها الصلاحيات انها تناقش كسوة العروض نتاع التفويت في اللاعبين كسوة معناها تمديد العقود الموجوده ونعرفوا انه النادي الرياضي السافي ما نجمش ينتدب عنده انترديكسيون في الانتداب دونك كما قلت لك يا اما التفويت او تمديد العقود رغم اللي هي تو حاليا الهيئه المديره ضد التفويت في اي تسييريه ضد التفويت في اي لاعب لانه نعرف الناس كل النادي الرياضي السافي الرصيد البشري يعاني شويه نقص رغم انه المؤشرات طيبه خاصه في الملاعبيه الصغار الملتحقين حاليا بالتدريب
التدريبات نتاع الاكابر نتاع نادي الرياضي الصافي، ثم مؤشرات طيبه طيبه جدا، ثم رغبه كبيره من عند الملاعبيه. كنا اتصلنا حتى بالاطار الفني نادي الرياضي الصافي، واللي ابدا الاعجاب نتاعو خاصه بالانتوزيازم او الحماس المتحلي به اغلب الملاعبيه، خاصه ملاعبيه الاسبوار، وحتى ثم الملاعبي خليل اللومي كان ابدا معناها كما قلت لك الدرب شويه مع الفريق وابدا استعدادات طيبه. وبالمناسبه خليل اللومي هو ملاعبي انترناسيونال في ليكيب جونيور اسلام، هو ومحمود غربال كانوا تحولوا مع المنتخب الوطني للاواسط للسعوديه باش يلعبوا كاس العرب مع المنتخب التونسي، دونك باش يغيبوا على التدريبات نتاع النادي الرياضي الصافي خلال المرحله المقبله. وكما قلت لك اسلام حاليا معناها النيه متجهه عند الهيئه التسييريه انها تقوم بتمديد عقود بقيه الملاعبين اللي هما وليد القروي كما حكينا واسماعيل دياكيتي، وان شاء الله تلقى ارضيه للتفاهم مع فراس شوات باش يرجع للتدريبات اذا كان ما جابش اوفر يليق بحجمه هو وحجم النادي الرياضي الصافي اسلام. سينو شاد الهمامي مكمل مع الفريق؟ مكمل، وكان صحح عقد جديد شاد الهمامي باش يكمل هو والحارس صبري بن حسين، وفات مده العقد نتاعو القديم صبري بن حسين، وحاليا زوز انضاو عقود جديده ومعناها موجودين في التدريبات نتاع النادي الرياضي الصافي. وزاد حتى نور الزمان الزموري ثم اتصالات مع الهيئه المديره انه يكمل مع الفريق، خاصه بعد خروج حسام الدقدوق، اللي حسام الدقدوق كان ينجم يلعب كسواري رقوش ولا اكسيال، وكيف كيف بالمثل نور الزمان الزموري ينجم يلعب اكسيال او ريال جروا. دونك كما قلت لك نقص اكسيال، ثم معناها رغبه من الهيئه المديره انه معناها يتفاوضوا من جديد مع نور الزمان الزموري ويقعد في الفريق كما قلت لك اسلام، ومع معناها ابار وليد القروي واسماعيل دياكيتي والزموري. تقريب بقيه معناها الدوسيات معناها واضحه الرؤيه فيها اسلام. واضح. سينو انت حكيت على الشبان، اوكي مهم يكونوا موجودين الشبان في الفريق، والسي اس اس عودنا كل فتره يخرج لنا شبان ممتازين، لكن وحدهم ما نجموش يهزوا الحمل، اكيد لازم الكادر نتاع الفريق يعاونوهم حتى في الانتجراسيون اكثر في الفريق باش نجموا يعاونوهم وهما بيدهم يكونوا بعد خليفتهم ونجموا يوصلوا مش على وحدهم هكا ولا؟ بالطبيعه اسلام، معناها الوجود او التواجد نتاع الملاعبيه هذوما لي جوار كادر في اي جروب مهم ومهم جدا، خاصه لما تكون الفيستير نظيفه، والشيء هذا موجود في النادي الرياضي الصافي، خاصه انه الملاعبيه الكبار معناها معروفين بدماس الاخلاق نتاعهم ومعروفين بالتربيه نتاعهم ومعروفين معناها الاحترافيه نتاعهم، كسوا شادي الهمامي نعرفوا الناس كلها تبارك الله 36 سنه ويلعب معناها كانه مازال اونكور جون، ونعرفوا اللي هو ملاعب محترف معناها 100% في المخ نتاعو، كيما الحارس الدولي ايمن دحمان، معناها الملاعبيه هذوما تقريبا يعاونوا صغار، وشفنا في الموسم الفارط كان ثم حتى يحاطب الملاعبي اللي هو تقريبا اول موسم ليه واول مباريات ليه محمد النصراوي في بدايه الموسم الفارط، الناس كل وقفت معاه، وتقريبا خرج كي نقول لك معناها اسلام يمكن تقريبا احسن اغسيال في البطوله التونسيه، كان عدى مباريات كبيره وكبيره برشا محمد النصراوي، دونك هذا ثم احاطه كبيره من الملاعبيه الكبار، وثم احاطه معناها الجو نتاع الفيستير تحسن برشا برشا اسلام، خاصه الفو دوني سيزار سوكي ابارتيان سيزار وقت قدوم المدرب نبيل الكوكي، معناها كانت ثم كيما نقولوا غمه في الفيستير خاصه مع المدربين الاجانب، معناها كيما نقولوا ما يفهموش العقليه نتاع الملاعب التونسي، خاصه العقليه نتاع الملاعب التونسي وقت اللي فما مشاكل، خاطر نعرفوا الناس كل انه الانديه تعاني من الافلاس المادي، معناها ما ثماش فلوس، دونك ماهوش بالساهل باش تسيطر على المجموعه، وصارت حتى بعض الاشكاليات وقت اللي كان مدرب نبيل الكوكي هو مدرب الفريق، ونتذكروا انه الملاعبين تاع النادي الرياضي الصافي خلال مرحله البلاي اوف كانوا ضربوا على التمارين وما تراناوش تقريبا نهارين، ورغم اللي رغم ذلك الجو نتاع الفيستير ما فسدش، كانت حركه احتجاجيه، لكن اللاعبين تاع النادي الرياضي الصافي كانوا متضامنين مع بعضهم ومتضامنين مع الاطار الفني نتاعهم، وكان ثم لحمه بيناتهم، وحتى كما قلت لك الملاعبيه الكبار ديما يحاذيو في الملاعبيه الصغار، هذا موجود في النادي الصافي، لكن الكاليتي كما قلت انت اسلام محدوده شويه، لكن هكا الموجود يلزم نتعاملوا معه، ما عندوش حتى كما نقولوا اوبسيون اخرى النادي الرياضي الصافي باش يعمل انتدابات ولا مانيش عارف يجيب ملاعبيه معناها كسوا من تونس ولا من الافريق، دونك يستحفظ على اللي عنده ويحاول يمشي بهم لبعيد كهو اسلام. واضح. اذا كان تحب نحكيو بامور التدريبات، تقريبا التدريبات يوميه في الساقف اسلام، في انتظار يوم 7 ولا 8 في الشهر اوت ان شاء الله باش يتحول النادي الرياضي الصافي اما للعاصمه واما لعين دراهم
باش ينطلق في تربص، التربص هذا باش يكون تربص اعدادي هو الاول للنادي الرياضي الساخسي. بعد فتره قليله توا من الاعداد البدني كما قلت لك التمارين في الساخ توا مرتكزه خاصه على الاعداد البدني، ومن بعد الاستاج هذا باش ينطلق فيه الاطار الفني في معناها في ليزابليكاسيون، باش يلعبوا الملاعبيه بالكوره اكثر، وباش تكون فيه حتى مباريات وديه. ثم اتفاق مبدئي مع مستقبل مرسى، وفما زاد اتفاق مبدئي مع المنتخب الوطني التونسي الاولمبي باش يلعبوا زوج مباريات وديه للنادي الرياضي الساخسي، والبحث جاري من الاداره نتاع النادي الساخسي على فريق ثالث يخوض معاه الفريق مباراه وديه ثالثه. اسلام يعطيك الصحه، شكرا لك فاضل، تقريبا جبت على كل الجوانب اللي تهم النادي الرياضي الساخسي، كل جديد وكل قديم وكل ما يهم الفريق ايضا في الفتره القادمه. يعطيك الصحه فاضل ابو جناح على كل هذه التفاصيل. مكملين في البلاي بعد شويه في اخر جزء من حصتنا اليوم.